معقولة ده كلام ما يخشش دماغ عيل صغير؟ ما أنا بيني وبينك مش مصدق الكلام ده برضو قوي، بس الغريبة إن أبويا مطمن له. معقولة العيلة دي تقع في بعض بالسرعة دي؟ هو من ناحية يقعوا في بعض فهم يقعوا في بعض وياكلوا بعض عشان خاطر قرش زيادة. أنا متأكد إن أبو سنة جه عشان يضمن له دور في اللعبة بعد ما خميس اداله كتفه وخرجه من الملعب. ده معقول يا براء؟ أنت مزاجك يعني اليومين دول مش قد كده، مش عاجبني. بس أنت عاجبني، طول عمرك عاجبني. ما انت جوزي يا براء، الشيطان اللي كان بيني وبينك راح خلاص لحاله. لما حسيت ان انت صادق وعايز تاخد ترى اخوك بجد كبرت في عيني قوي ودخلت قلبي وبقيت فوق راسي. ايه انتي كويسة؟ كويسة؟ يعني ما جبلكيش دكتور ولا حاجة؟ من قلبي. يا مطرة، أنا كان نفسي أسمع منك الكلام ده من زمان. من زمان أوي يا مطرة. بس أنت يا مطرة أصلك كنت منشفاها عليا أوي أوي. إنما ما قلتليش هو أبو سنة ده يعني كان جاي يرمي بياضه ولا كان بيقول كلام قالش كده؟ أبو سنة مين؟ أبو سنة اللي كنت بتحكيلي عليه. أبو سنة؟ لا طبعا كلام بجد، ده شكله وهو جاي زي ما يكون واقع من 17. ازاي ده جاب لنا مصارين افندينا من جوه، قال لنا على كل حاجة، ولسه هيقول لنا على كل دخانيق خميس وكل مخازنه، هيجيب لنا دهاليزه كلها. ده غير الخبطة الكبيرة اللي محضرها له الخميس. خبطة ايه؟ ابو سنة هيرسبوها على الحوار كله وهيتقسموا مع بعض، هم اتفقوا على كده. اما مطر لو الخبطة دي تمت هتبقى ضربة قطم وسط بصحيح. والكابوس اللي على صدرنا ينزاح، وساعتها يا مطرة هاجي واحط ايدي في ايدك واقول لك الباقي في حياتك. يا باشا انا مش فاهم حاجه من اللي انت بتقوله. افتكر يا خميس اني جيت لك اكتر من مره وكلمتك اكتر من مره وقلت لك انا بعمل كده ليه وبحارب ايه، يمكن تسمعني وتفهمني. يا باشا انت بتحكي في حكايات وحوارات انا ماليش فيها. برشام ايه وكمية ايه؟ ما قلناها المعاليك قبل كده، احنا بتوع مزاج وبس. عايز معسل من عناية، احلى توليفة تكون عندك. ده لو ليك فيه ملكش، كل واحد فينا يروح لحاله. بص يا خميس، انا بديك فرصة عمرك، انا مستعد امحي تاريخك كله واقطع كل ملفاتك وتبتدي صفحة جديدة على بياض. نجي روحك. استغفر الله العظيم، المنجي هو الله ونعم بالله. لا إله إلا الله. بس السكة اللي انت فيها دي يا خميس كل يوم بيزيد فيها أعدائك ومنافسينك، وآخرة الخط عمره بيتقصف. حدش بيموت ناقص عمر يا بيه. لا في العالم بتاعك وده الكل بيموت ناقص عمر، بس الموت اللي انا اقصده مش الموت اللي مقدره ربنا سبحانه وتعالى. حاشا لله حاشا لله لما قدر ومكتوب. الموت اللي انا اقصده موتك جوه روحك اللي انت شايلها على كفك في وسط سوق ما بيرحمش والرصاص متنطور حواليك وناره تحت مخدتك مش عليلة. اللي اصعب من الموت يا خميس انتظاره. تطلع يا باشا التلفزيون وتقول انت بتقول حلو قوي.
حلو حلو. واليومين دول بتوع الاولى دي يومينهم يعني الناس يا اخويا بتقعد مطرطقه ودانها بالساعات. لما الله يا ارزاق ارزاق يعني مفيش فايدة. يا باشا انا بعمل خير في البشرية، بعمل خير للبشرية. قدروا بقى بعد اللي زي ما عليك ما يطلع التلفزيون ويقولوا الكلام المكعب اللي مش راكب اللي ما عليك قلته ده، والناس دماغتها تتشقلب بحوارات مفكوكة. قوم يقول انا اخر الليل كل واحد فيهم يضرب له حجر معسل معسل ويزيح. قوم الدماغ تتظبط وترجع لمطرحها والكلام يبقى رزين. قوم الناس يقولوا لبعض بحب مزاج الخير يا باشا. يعني برضه مفيش فايده. بس افتكر افتكر انت انك قاعد هنا في ضيافتي دلوقتي مع انك دهست حرمه بيتي في غيابي، وانا مش ناسي. خطوة عزيزة. نورت يا بيه. عزوز عايزة تفهمي ايه يا كرام؟ عمالة تلف وتدوري حواليا، قوليلي يمكن اريحك. مش عايزة تفهميني؟ طب شاوريلي. انا لحد دلوقتي مش عايزة اقول لخميس ان انتي اللي بتصنطي علينا من ورا الباب، عشان انتي عارفة هيعمل فيكي ايه. ايه ده؟ ايه اللي انتي بتعمليه ده؟ انا مش فاهمة منك حاجة يا كرامة. أنا حاسة بيكي، أنا طيبة قوي، بس يوم ما حد يدوسي على طرف حمحيه خالص من على وش الدنيا. خلينا أصحاب أحسن. ما تخفي يا بنتي من الشرب ده. ايه ده يا ست هانا؟ اسأل المدام. عرفتي وانا مش داري. خمرة؟ خمرة يا كرامة؟ يا خسارة يا كرامة. طب اشربي لك سيجارة حشيش توزن لك مزاجك وتعدل لك دماغك، انما خمرة وزغطة كمان. الله 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 الله. مطواحي مطواحي مطواحي. يالله يالله بكره هجيبك من على النواصي. مطواحي يا كرامه صحيح، ياما في الجراب يا حاوي. قصدك ايه؟ عايزه ترجعي؟ رجعي يمكن تفوقي. الحاوي ماله؟ في حاوي تحت؟ أم أنا حاوي؟ أمي حاوي؟ شفت الخمرة بقى؟ شفت الخمرة؟ يخلي عندك تهيؤات إزاي؟ افتكرت إني أضربك، شفت الخمرة؟